حبس الاحتياطي يا جماعه؟ ايه هو الحبس الاحتياطي؟ مفهومه او شرح مع تعريفه هو سلب حريه شخص متهم فتره من الزمن بايداعه السجون لحين اتمام تحقيق يجري معه. انت تجيب واحد بتحطه في حبس لمده معينه لغايه لما يتم معاه التحقيق. الحبس، بص يا جماعه، الاصل في الحبس باعتباره سلبا للحريه او عقوبه. الحبس ده حبس عامه، مش حبس احتياطي، عقوبه. ولابد فيه من يكون فيه محاكمه عادله، ولابد فيه من يكون توفرت ضمانات الدفاع عن النفس، وده اصول الايه المحاكمات، وده اصلا من اصول الايه حقوق الانسان. يعني هو الاصل في الانسان البراء. يعني الحبس عامه المفروض انه بيتوفر فيه الشروط بتاعه المحاكمه وانه يدافع عن نفسه، وبناء على ذلك يصدر قرار ايه امر بالحبس او حكم بالحبس. مش امر، حكم. غير بقى الحبس الاحتياطي ده امر بالحبس الاحتياطي، ما يرقاش لمرتبه ايه الحكم. فالحبس الاحتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق، سواء في بدايه التحقيق او اثناء سير التحقيق، وهو اجراء بغيض ولكن تم النص عليه في الدستور في الماده 54 من الدستور. الضمانات بقى اللي جت في الماده 54 ان هو ايه؟ لابد ان يكون الحبس الاحتياطي مثبت بالكتاب، ولابد من صدور الحبس الاحتياطي من جهه قضائيه. مثبت بالكتابة يعني يطلع قرار كده بالحبس الاحتياطي يحبس المتهم 4 أيام مثلا على ذمة التحقيق، أو يجدد المتهم يحبس مدة 15 يوم على أن يراعى تحقيق التجديد له في الميعاد، ويتكتب بداية الحبس الاحتياطي ونهاية الحبس الاحتياطي كتابة. يبقى أول حاجة إن هو يكون إيه مثبوت كتابة. تاني حاجة صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من جهة قضائية. يعني ما ينفعش ضابط طلع قرار حبس احتياطي، لازم يكون جهه قضائيه، سواء النيابه، تمام، جهه قضائيه ديت تصير سلطات، قاضي تحقيق، نيابه عامه، قاضي جزئي، جناح مستأنفه، مؤاخذه بغرفه المشوره، الجنايات. يبقى ما ينفعش يصدر الحبس الاحتياطي غير من جهه قضائيه. طيب الجريمه اللي بيصدر بشانها الامر بالحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي ما بيكونش غير في الجنايات عامه، كل الجنايات، أو الجنح الحد الأدنى للحبس فيها سنة. يعني لو جنحة الحبس فيها 3 شهور ما ينفعش المتهم يتحبس فيها احتياطي. أما لو الحبس فيها الحد الأدنى سنة ينفع إن هو إيه يتحبس فيها احتياطي. تمام؟ والعبرة بالحد الإيه الأدنى. طيب في حاجات يحظر فيها الحبس الاحتياطي. زي إيه؟ ما ينفعش يتحبس احتياطي. جرائم الأحداث، الحدث ما ينفعش يتحبس احتياطي. جرائم النشر، ما ينفعش واحد صحفي كتب كلمتين على النت يتحبس ايه احتياطي. يبقى حظر الحبس الاحتياطي في جرائم الاحداث وجرائم النشر. الاحداث دول اقل من 15 سنه، الطفل ما ينفعش ان هو يتحبس احتياطي، بيتحط ايداع في اي دور رعايه اللي نص عليها القانون، بيبقى بياخد اسبوع ايداع في دور الرعايه. جرائم النشر، حد مثلا ايه كتب على النت او حاجه ما يتحبسش احتياطي، ما عدا طبعا ليه سب رئيس الجمهوريه، دي ممكن يتحبس فيها احتياطي. جرائم النشر عامه ما يتحبسش فيها احتياطي. طيب تسبيب الامر بالحبس الاحتياطي، يعني ايه تسبيب الامر بالحبس الاحتياطي؟ مبررات الحبس الاحتياطي، يعني ما ينفعش يبقى الحبس الاحتياطي كده على اطلاقه، فبيبقى ليه مبررات. اول حاجه ان هو الخشيه من هروب المتهم. يقول لك ايه؟ ان المتهم له محل اقامه ثابت ومعلوم ولا يخشى عليه من الهرب. يبقى انت ايه؟ اول سبب ان هو ايه؟ يقول لك خايف انه يهرب، المتهم هيهرب. او الاضرار بمصلحه التحقيق. يعني ايه الاضرار بمصلحه التحقيق؟ يعني المتهم مثلا يطلع ياثر على الشهود، او المتهم يطلع يخرج ياثر على المجني عليه. قضية سرقة مثلا بالإكراه أو حاجة، يطلع يقول المجني عليه أنت لازم تروح تتنازل مثلا، أو تروح تغير أقوالك، مفيش تنازل في السرقة، تروح تغير أقوالك أو بتاع. فقال لك إيه؟ مبررات حسب ما يكونش له محل إقامة ثابت ومعلوم، يخشى عليه من الهرب، أو التأثير على مجريات التحقيق. تمام؟ وإن يكون في أدلة اتهام ضد الإيه؟ المتهم ده. طيب لازم من ضمن الحبس الاحتياطي ضرورة استجواب المتهم. يعني ايه ضرورة استجواب المتهم؟ يعني انا عشان انا نحبس حد احتياطي
سلطة قضائية وهتحبس حد حتى نكون استجوبت المتهم. ليه؟ لما ممكن نستجوبه ممكن يجي بمبررات او اسباب تخليك ما تحبسهوش، يبقى لازم ان انا ايه نستجوبه يرد عليا في التهم الموجهة ليه دهيت، فممكن الرد اللي يجي بيه دوت يقنعني ان انا ما نحبسوش، يبقى فعلا ايه ده يتخلي سبيل. مدة الحبس الاحتياطي، او قبل ما نتكلم كمان في مدة الحبس الاحتياطي، سلطات القضاء في الحبس الاحتياطي المفروض جهة قضائية. اول حاجة فاللي بالسلطات اللي ليها الحبس الاحتياطي قلنا القاضي التحقيق، النيابة العامة، القاضي الجزئي، غرفة المشورة، الجناح المستأنفة معقدة، غرفة المشورة، محكمة الجنايات، وممكن محكمة القاضي كمان. طيب قاضي التحقيق، امتى القاضي التحقيق يدي حبس احتياطي؟ في بعض الجرائم بينص عليها القانون ان النيابه العامه بتحقق فيها على درجه رئيس نيابه على الاقل بصفته قاضي تحقيق. يبقى قاضي التحقيق سواء قاضي التحقيق منتدب من رئيس المحكمه، او قاضي تحقيق وزير عدل اللي انتدبه، او منتدب بناء على طلب المجني عليه او المتهم او النيابه العامه، ليه سلطات في الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي القاضي التحقيق بيدي 15 يوم. طب في بعض الجرائم اللي نص عليها المشرع ان النيابة العامة رئيس النيابة بيكون بصفته قاضي تحقيق، ايه هي الجرائم دي؟ اول حاجة جنايات وجنح، جنايات امن الدولة من الداخل او من الخارج، جنايات التي تمس امن الدولة من جهة الداخل، او الجنايات التي تمس امن الدولة من جهة الخارج، جرائم الارهاب، جرى اختلاس المال العام، كسب غير المشروع، الرشوة، المفرقعات، كل الجرائم ديت النيابة لما تيجي تحققها يكون على درجة رئيس نيابة بصفته قاضي التحقيق، بصفته قاضي التحقيق. طب مدة الحبس فيها بتبقى قد ايه؟ رئيس النيابة لو هو بيحقق بيبقى قاضي تحقيق بيدي مش 4 ايام، 15 يوم. 15 ايه؟ يوم. اللي بعدين النيابه العامه، من ضمن الناس الجهات اللي بتدي الحبس الاحتياطي تقدر تحبس احتياطي النيابه العامه. طب النيابه العامه بتدي قد ايه حبس احتياطي؟ ليها مده قد ايه حبس احتياطي؟ 4 ايام، وما يجوز الطعن او استئناف امر الحبس الاحتياطي صدر من 4 ايام. بعد كده القاضي الجزئي، القاضي الجزئي ان هو يدي برضه ليه سلطات القاضي الجزئي ان هو يدي امر بالحبس الاحتياطي بعد ال4 ايام بتوع النيابه ما يعدهم، ضمانه وضعها المشرع ان مش النيابه اللي تجدد بقى، نديها لحد اعلى. فمين اللي بتجدد بعديها بعد النيابه العامه؟ القاضي الجزئي، قاضي الجنح يعني. قاضي الجنح بيدي كام؟ 15 يوم حبس احتياطي. طيب قد ايه كم مره؟ 3 مرات بما لا يجاوز 45 يوم، يعني 3 مرات بما لا يتعدى 45 يوم. القاضي الجزئي بيدي 15 يوم حبس احتياطي بما لا يتجاوز 45 يوم، 3 مرات. طيب بعد القاضي الجزئي ده برضه وضع المشرع ضمانه للمتهم عشان ما يفضلش ايه مرمي كده محبوس، لا الضمانه ديت ان هو ايه بعد ال 45 يوم ده يتعرض امام محكمه جنح مستأنفه منعقده في غرفه المشورة، غرفه المشورة الجنح المستأنفه. طيب الغرفة المشورة بتاعت الجنح المستأنفة بتدي قد ايه مدة سلطة القاضي للجنح المستأنفة؟ بيدي قد ايه؟ بتبقى 3 قضاة اعلى بقى، 45 يوم، ممكن يديهم 15، ممكن 30، لكن هي 45 يوم، بحد اقصى 3 شهور، بحد اقصى ايه؟ 3 شهور. يبقى الجنح المستأنفة العقدة في غرفة المشورة سلطتها ان هي تدي في المرة الواحدة 45 يوم بحد اقصى 3 شهور. طيب الضمانة اللي بعد كده بعد الجنح المستأنف لسه محبوس وعدى ال3 شهور دول متعرض قدام مين؟ بعد الجنح المستأنفة محكمة الجنايات منعقدة برضه في غرفة ايه المشهور. طب بعد محكمة الجنايات متعرض قدام ايه؟ مفيش حد بقى بعد محكمة الجنايات، حد أقصى، الحد الأقصى بقى نيجي نتكلم على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. يعني ايه الحد الاقصى الحبس الاحتياطي؟ يعني ما ينفعش المتهم يفضل محبوس طول العمر الاحتياطي، القضيه ما زالت في التحقيقات وما اتحلتش، ما لحقتش لمحكمه الجنايات احاله، ولا خدت امر الا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه، ولا خدت حفظ، المتهم مش هيفضل طول العمر. ففي عمل في حال المشرع وضع ايه؟ حد اقصى للحبس الاحتياطي. كام؟
في الجنايات سنتين، حد الأقصى في الجنايات الحبس الإحتياطي سنتين ما لم تكن العقوبة تصل فيها للمؤبد أو الإعدام. ده تعديل، ده قريب بقت مفتوحة. في الجنح الحد الأقصى للجنح، الحد الأقصى الحبس الإحتياطي في الجنح قد إيه؟ 6 شهور. الحد الأقصى الحبس الإحتياطي في الجنح 6 شهور، في الجنايات سنتين. طيب برضو من ضمن الحاجات التركات، يعني لو الحبس الاحتياطي مثلا نيابة 4 ايام مثلا، واليوم الاخير للاربع ايام دولت عطلة رسمية، هل يجوز امتداد لليوم اللي بعده؟ لا يجوز الامتداد. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي نص عليها المشرح، عرض الاوراق القضية على النائب العام اذا تعدى الحبس الاحتياطي 3 اشهر، وده ما بيترتبش على عدم عليه اي بطلان، يعني ده مجرد ايه اجراء كده، ايه ما بيترتبش على مخالفته البطلان، انما المفروض النيابه ده زي ايه، ان النائب العام يشوف كده التاخير من بسبب ايه، عدى 3 شهور ده ما اتحلتش، المفروض النيابه القانون وضع كده ان النيابه تعرض القضيه على النائب العام. تمام. طيب افترضنا بقى ان انت مثلا ان المتهم بتاعك تعرض على محكمة جنح وخد 15 يوم. تسيبه ال 15 يوم كده ومفيش أي إجراء ممكن تاخده؟ لا، في إجراء. المشرع وضع ضمانة للمتهم إن هو يقدر إن هو يطعن على القرار بالاستئناف قدام محكمة أعلى. إزاي؟ طب إحنا قلنا النيابة العامة ما ينفعش تطعن على القرار الأربع أيام دول. أما محكمة الجنح ينفع إن أنت تطعن مثلا 15 يوم، خد المتهم حبس 15 يوم، تطعن على ال 15 يوم دول بالاستئناف، تقدم طلب للنائب رئيس النيابه باستئناف امر حبس الاحتياطي الصادر للمتهم. طيب لو قرار صادر من محكمه الجنح مستأنفه قدام مين؟ اعلى بقى، محكمه اعلى، قدام محكمه جنح مستأنفه منعقده في غرفه المشهور. طيب لو عدوا ال 45 يوم والمتهم لسه محبوس، وتعرضت انت قدام محكمه الجنح المستأنفه منعقده في غرفه المشهور التجديد العادي بتاعك، وقرار طلع بالحبس، وانت عايز تطعن على قرار الحبس الاحتياطي الصادر ليك، عليك يعني، تطعن قدام مين؟ قرار الصادر محكمة الجنح المستأنفة نطعن عليه قدام محكمة الجنايات، اعلى من محكمة الجنح المستأنفة. طيب لو قرار صادر بالحبس الاحتياطي زي ما قلنا بعد 150 يوم بتتعرض المتهم، بتتعرض القضية لتجديد الحبس قدام محكمة الجنايات بعد 150 يوم، لو قرار صادر بالحبس الاحتياطي دوت من محكمة الجنايات هنطعن عليه قدام مين؟ مفيش أعلى من محكمة الجنايات، محكمة النقض ما بتنظرش الموضوع. لا، المشرع برضه وضع إيه؟ حل الموضوع ده. بتطعن على قرار الحبس الاحتياطي الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة جنايات أقدم من محكمة الجنايات التي أصدرت هذا القرار. فيبقى أنت مثلا إيه؟ صدر لك قرار بحبس الاحتياطي؟ تقدم طلب استئناف امر حبس احتياطي ويتنظر قدام محكمه الجنايات اقدم المحكمه اللي اصدرت هذا القرار. طبعا محكمه النقض دلوقتي اصبح ليها الحق ان هي ايه؟ بتنظر القضايا كمحكمه موضوع، فلو معروض عليها القضيه والمتهم لسه محبوس احتياطي ليها ان هي ايه؟ تجدد الحبس الاحتياطي زي محكمه الموضوع بالظبط. طيب بدائل الحبس الاحتياطي، المشرع وضع بدائل للحبس الاحتياطي، مش كل القضايا لازم المتهم يتحبس فيها احتياطي، في بدائل بقى للناس ما كانتش عمرها ما سمعت ان في حاجه اسمها بدائل للحبس الاحتياطي. يعني ايه بدائل للحبس الاحتياطي؟ يعني المتهم بيكون في قضيه بيتحقق معاه فيها، وبدل ما هو يتحبس احتياطي لغايه ما القضيه تتفصل فيها، لا ممكن هو ايه؟ الزام المتهم بعدم مباراحه مسكنه. دي بدائل، حاجه جديده غير الحبس الاحتياطي، الزام المتهم بعدم مباراحه مسكنه. أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه على قسم الشرطة يوميا مثلا، تمام، زي المراقبة كده، إن هو بيقدم نفسه يوميا على أي قسم الشرطة ويقول إن هو موجود. أو حظر ارتياد المتهم لأماكن محددة، يحظر عليه إن هو إيه؟ يروح أماكن معينة. دي بدائل الحبس الاحتياطي، هي محتاجة إنها تتفعل، لكن القانون وضع بدائل الحبس الاحتياطي، لان الحبس الاحتياطي ده اجراء بغير ما تقدرش ان انت تعوضه. يعني لو حد اتحبس احتياطي وفي الاخر القضيه اتحلت في المحكمه وخد براءه،
مش هيعرف يعوض الايام اللي ايه راحت منه. انما في بدائل. طيب افترضنا ان المتهم اتعرض قدام القاضي والقاضي اقتنع بكلام المحامي او ان مفيش مبررات لحبس الاحتياطي، ايه اللي ممكن يحصل من القاضي ان هو يخلي سبيله على ذمة القضية سواء بضمان مالي او بدون ضمان مالي؟ يبقى افراج مؤقت، بياخد زي اسمه ايه باللغة الدارجة، اخلاء سبيل المتهم، خلي سبيله سواء بضمان مالي، مثلا يقول لك ايه بضمان مالي 1000 جنيه 5000 جنيه 500 جنيه اي ضمان مالي، لحين ايه احالة القضية لمحكمة الموضوع، ومحكمة الموضوع هي اللي بتنظر بقى مذنب مش مذنب، بريء مثلا ياخد براءة، يبقى خلاص يبقى ايه حبس الاحتياطي يسترد بقى الضمان المالي اللي هو كان دافع ضمان مالي ولا حاجة، وحضر الجلسة لازم يكون حضر الجلسة، حضر جلسة المحاكمة يسترد الضمان المالي ده. طب لو ما حضرش جلسة المحاكمة ليها الحق النيابة العامة ان يعني تخصم من الضمان المالي دوت بسبب عدم التزامه بالحضور امام ايه المحكمة، تخصم تقريبا النص. طيب هو خد براءة، هل في تعويض عن الحبس الاحتياطي؟ اه المشرع قال ان هو ليه الحق ان هو طالب بالتعويض، بس حتى يعني التعويض دلوقتي مش المبالغ اللي هي بيدي تقريبا عن كل يوم 5 جنيه او حاجه، عن كل يوم حبس احتياطي. يبقى الحبس الاحتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق، هو اجراء بغيض، والمشرع وضع الضمانات للحبس الاحتياطي دوت، حبس احتياطي يصدر سواء من النيابه، من القاضي الجزئي، من القاضي منحهم سماح ورفض مشوره، قاضي الجنايات، وكل وتقدر تطلع القرار دوت يعني كل قاضي القاضي الاعلى منه. ده ملخص بصوره ايجاز كده بسريع، مش عايز نطول عليكم، للحبس الاحتياطي.